معلش استاذ محمود، يعني يا عم اكل الاول والاقي شغل الاول وبعدين نتكلم على حقوق لصيقه وحقوق مش لصيقه. وده احد الحقوق اللي المفروض الانسان يدور عليها برضه، حقه في الماكل والمشرب والملبس، حقه في السكن، حقه في الرعايه الصحيه والطبيه. حقه على مين؟ حقه على الدوله. ليه الدوله؟ انا عايز اقول لحضرتك ان يعني احنا عندنا اي دوله عباره عن ارض وشعب، خد بال حضرتك، وموارد. ايوه. عشان تقول ان دي دوله، ايوه خد بال حضرتك، في النهايه بيبقى في اطار قانوني او دستوري بينظم علاقه الانسان بالدوله وعلاقه الانسان بغيره وعلاقه المجتمعات بينها وبين بعض. فاحنا بنتكلم هنا ان مقومات قيام هذه الدوله الرئيسيه هو الانسان. وهذا الانسان هو الذي سيبني هذه البلد، هذا الانسان هو الذي سينهض بهذه البلد، هذا الانسان هو الذي سيحكم هذه البلد. فبالتالي هنا احنا بننظم هذه العلاقة من حق الإنسان. احنا دايما بيصدر أي نظام ديكتاتوري بيصدر للعالم الغربي أن دول العالم الثالث ودول العربية ودول الشرق الأوسط لا تستحق حقوق الإنسان. ليه؟ علشان احنا فقراء قوي. طب ما احنا ليه فقراء قوي في حين أن أصلا من ضمن الحقوق اللصيقة بالإنسان أنه هو يجد شربة ماء نظيفة. من حق الانسان ان هو ما يكونش بيلف في الليالي. على هجيب لك منين؟ هجيب لك منين يا استاذ محمود؟ معلش ده كلام كويس، بس انا هجيب لك، انا كدوله فقيره هجيب لك منين يعني؟ ما هو حضرتك الدوله الفقيره دي ما نقدرش نقول ان ليها معيار ان هي دوله ما عندهاش موارد. يعني على سبيل المثال احنا مصر مش دوله فقيره، احنا دوله منهوبه. تمام. دوله فيها فساد مستشري. فبالتالي شيل الفساد وشيل النهب وشيل الديكتاتوريه وهات نظام ديمقراطي اللي هو اصلا من حقوق الانسان ان يكون في حريه للاختيار، حريه للتعبير، في حريه ان انا اطالب بهذا الحق، في حريه ان انا اعرف الحق. ان عندنا في دولنا وفي مصر بنغيب الانسان عن الحق، واولى طرق الحصول على الحق هو الوعي به. فاحنا بنغيب وعي الانسان علشان احنا نصدره في ازمات طاحنه واقتصاديه ويجري ورا لقمه العيش، في حين هو المفروض يروح يطالب. هو اصلا اصحاب السترات الصفراء دي خرجوا منين؟ ناس عليهم ضرائب ارتفعت واسعار الوقود بتزيد، فبالتالي احتج وبطريقه يعني مشروعه لابس البدله الصفراء، معناها ان انا معطل الحركه، ان المفروض انا ما عنديش وقود. وبيطالب بايه هو؟ بيطالب ان انا الضرايب تتخفض والوقود اسعاره تنزل علشان يقدر يستمر في الحياه. هو ده بيطالب بايه؟ بحياه. تمام. وبحق.